الحمد لله على كل حال، ونستصبره على ما نحن عليه من سوء حال، ونستغفره من كل فعل ومقال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. اعتدنا أن نأخذ ولا نعطي، واعتادت العرب والمسلمون في آخر الزمان أن يريدوا كل شيء على طبق، لكن والله الحق يريد تضحيات مرة، وليدمغ الباطل لا بد له من كبش فداء. حمزة لم يتمتع بالفتوحات، نحن نريد التغيير، وثمن التغيير في العالم باهظ. ما تعلمونه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير وغزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وغيرها، كلها لهدف التغيير من إلى. كذلك ما يحصل في ربيع الثورات بكامله، الهدف هو التغيير. وأخطر شيء أن تصين بيتك وأنت ساكن فيه، صعب، لا تعرف كيف تتحرك، وخصوصا إذا كان البيت مكتظ. فلذلك المرحلة صعبة وخطيرة، ليست سهلة. ما الذي يهونها؟ أنها هي الطريق الوحيد للتغيير. ما الذي يهونها؟ أنك تشعر بطعم الحرية وإن كان جيبك فارغا. ما الذي يهونها؟ أنك تشعر بكرامة ليست كالكرامة المزيفة. فأنت لست ذليلا وأنت مهاجر. لذلك الاستبداد له منظومة، والظلم متكون من عدة منظومات. قبل أن أبدأ في ذكرها، السؤال المهم: ماذا فعلنا نحن للكرامة؟ ما هو الرد؟ ما هي النتائج؟ أنا لا أقلل من تضحيات أبنائنا أبداً وأبنائكم، ولا أقلل من تهجيركم ودفع أموالكم، لكن باقي ليبيا أين؟ أليسوا عرب؟ أليسوا مسلمين؟ ألم تضرب الطائرات مدينة مصراتة وغريان والزاوية؟ ألم تصل الكرامة إلى صلاح الدين وإلى عين زارة؟ أين؟ أين هؤلاء؟ منظومة الاستبداد تتكون، وأبدأ بالمنظومة التي تهمنا، المنظومة الدينية. الكرامة تتحرك بمنظور ديني، دار إفتاء أو لجنة إفتاء وكوكبة من الأوقاف وبرامج في القنوات. من أين هؤلاء؟ هل هم علماء؟ هل يشهد لهم الشرق بالعلم والورع والمكانة؟ هل لهم بصمة في الدعوة سنين شابت رؤوسهم فيها؟ هل كادوا أن يفقدوا أبصارهم قراءة للعلم الشرعي؟ والله وجوه غريبة، عشنا فيها أكثر من 50 عاما ما سمعنا بهم ولا رأيناهم. هل ستشهد لهم المنابر والمحاريب وألواح التحفيظ؟ أبدا، تشهد عليهم. إذن
هذه المنظومة ليست في ليبيا فقط، في الخليج، في غير الخليج، ما مهمتها؟ لي عنق النصوص لتتمشى مع أهواء الظلمة والمستبدين. القرآن أشار إلى ذلك. السحرة مع من؟ مع فرعون. ماذا يريد المشايخ؟ مشايخ الدولار ومشايخ الرواتب العالية، ماذا يريدون؟ أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. منصب ومال قبل أن يسلموا. ونحن نسأل الله أن يهدي المشايخ ليعودوا إلى الإيمان. المنظومة الثانية التي يستعين بها المستبد منظومة المال، مصرف مركزي، دعم، رواتب، مبيعات مسروقة حتى أصبح لا يوجد الحديد. من الذي يمثل المال؟ فرعون، قارون. فليحذر، ووالله منظومة المال عقوبتها في القرآن أشد. أخذ المساكين، أخذ المزارع، أخذ كلها مال يمثلها قارون، استعان به فرعون، فكان هو المصرف المركزي لفرعون. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. فليحذر رجال الأعمال، وليحذر المغتصبين للأموال، فإن الذي خسف حي لا يموت، ويرى ويعلم. منظومة السياسة المثقفين، ويمثلها هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هذه منظومات الاستبداد، بدأت بالاغتيالات، أن يقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، ما زادوا على ذلك. الاغتيال ليست حرب، ليست موتا في الحرب، وإنما الاغتيال قتل غيلة. من هؤلاء؟ آمر، أمر صدر باغتيال فلان. منظومة من الاستخبارات تتابع، نخبة من المجرمين ينفذون، كلهم سيبعثون يوم القيامة مكتوب بين في جباههم بين أعينهم آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، قال أق فقط، لم يكمل الكلمة. الذي فعلته هذه النكبة لم تفعله إيطاليا، ورغم أنها فاشية واجتمعت فيها خصال النازية والصهيونية العالمية وضاقت أجدادنا الويل، لكن هل سمعتم بأن من قتلوه يلقونه في القمامة، يأخذونه من ألواح القرآن ليلقى في القمامة؟ أي عقول يحملها الليبيون؟ وأي وعي عندهم؟ هل سمعتم إيطاليا تجري لقاء مع ميت؟ هل سمعتم باليهود وهم العداوة رقم واحد؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هل سمعتم باليهود بأنهم وضعوا قراء القرآن في أكياس القمامة من غزة وألقوهم في
في القمامة؟ فالأمر واضح، والاغتيالات اعترفوهم بها، وشهد شاهد من أهلها. الإعلام المضلل، كلمة تخرج تملأ الآفاق فيهوي بها صاحبها 40 خريفاً في جهنم. ما الذي يجري في قنواتهم؟ من يدعمها؟ من يصدر لها القرار؟ من يديرها؟ من يكتب لهم؟ من يدير الجلسات؟ كل هؤلاء داخلون في نفاق القلب ونفاق اللسان. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. حقوق برقة المسلوبة، التهميش، هل قتل أبناء برقة يعيد لها حقوقها؟ هل أبناء برقة المهجرين هم الذين سلبوا حقوق برقة؟ الأمر غريب والله، كأن الناس سكارى. هل برقة الوحيدة هي المهمشة؟ الكلام يطول، التطرف والإرهاب. الإرهاب إلى الآن لم يعرف، صدر إلينا كما تصدر هذه المواد الغذائية، لكن أحيانا المواد الغذائية تجد مدة الصلاحية وتجد بلد الصنع وتجد المكونات، لكن الإرهاب لم تأتي معه كتالوج، شيء غامض يتحرك. ابنك تقول له إرهابي، وابنك يقول لك إرهابي، ما في ضابط. الشيخ معتوق بن عمار إرهابي رحمه الله، أكثر من 90 عاما، أكثر من 50 عاما وهو مع القرآن. الشيخ محمد بوشعال إرهابي، سنة 1944 رسالة التعيين، أنا قرأتها وحدي وصحبته أكثر من 20 عاما مع القرآن، إرهابي. لكن من يضرب المدن بالطيران؟ الآمنين. من يجعل مدينة الثقافة مدينة درنا الجمال كومة من التراب؟ من يجعل مدينة بنغازي وخصوصا المدينة القديمة والصابري كومة من التراب؟ هذا يستحق أن يعلق له وسام الإنجازات والبناء والفخر. الحقيقة كأن هناك برمجة لعقول الليبيين، أصبحوا لا يرون في النهار ويرون في الليل، أمر غريب. من يكرمهم يهينوه، ومن يذلهم يقبلون رأسه. أنا لا أريد أن أخذ كل الوقت، لكن السؤال ماذا فعلنا؟ هل كشفنا الاغتيالات بصورة واضحة وفيديوهات واضحات وبينا الأصل من من؟ هل الإعلام بينا سيفهم وهم يكذبون في الحلقة نفسها؟ هل استطعنا أن نأتي بإعلاميين مهرة همهم نقد إعلامهم بأسلوب واضح وبين؟ هل بينا المدن المهمشة في ليبيا كم، والتي ضاعت حقوقها حتى يعرف أهل برقة أنها ليبيا كلها مسلوبة حقوقها؟ هل عرضنا التطرف والإرهاب؟ المدن التي دمرت، من دمرها ليس إرهابيا، ومن خرج منها وهي سليمة يعد إرهابيا وتركها. قضيتنا قضية ليست قضية بنغازي، فهذا سرطان منتشر كان في الرأس ووصل إلى المعدة، والآن
وصل إلى الأرجل. فإن لم ننتبه ونصبر ونحتسب ونتحرك جميعا، قد تكون الكرامة بعيدة علينا. لكن عندما يكون المهجر لا يجد عملا ولا يجد شهادة ولده الذي تخرج من الجامعة يريد أن يأخذها، ولا تجد الفتاة لتكمل دراستها أوراقها، إذن الكرامة ممتدة. أين؟ في الإدارة. أنا لا أشتغل مع الكرامة، أنا أشتغل موظف ليبي، أنا طالب في الدولة الليبية. يجب أن تكون حقوقي، سواء كنت في سبها أو كنت في الجفرة أو كنت في هون أو كنت في طبرق أو في أي مكان أخذها، فما بالك بالعاصمة الإدارية طرابلس؟ كان عليها أن تؤدي حقوقها، حقوقي التي أريدها منها. عندما أقف على المصرف أخذ حقي. فلذلك أخشى ما أخشى أن الكرامة بعيدة، لكن فكرها وسياستها العافنة قد وصلت إلى أروقة المكاتب. لذلك لا بد أن نسعى بجد ونبحث عن الخلل ونبحث عن الثغرات فنعمل لندخل منها. صحيح طريق شاق، لكن هذه هي طريق الأنبياء والرسل والصالحين. التضحيات، الحق يريد تضحيات. أنا مجرد خواطر ألقيها لكم، لست محاضرا والله، وأشعر بما تشعرون به، وربما أحدكم يتألم أكثر مني وأصيب بمصائب أكثر مني، لكن نحن هذا هو قدرنا، نرضى به ونخشى أن يكون هذا البلاء وهذا التهجير يعم ليبيا كلها. والله لا نتمنى ذلك، نسأل الله السلامة والنصر والتأييد، وأن يعي إخواننا.